نتكلم طبعا احنا من مدينه العلمين الجديده، وقد ايه مهرجان العلمين في نسخته الثانيه روجت بشكل كبير جدا لمدينه العلمين، لانها مش فقط مدينه ترفيهيه لكن هي كمان مدينه سكنيه على اعلى مستوى، فيها جامعات وفيها مدارس وفيها محال تجاريه، مراكز للاعمال كمان هتكون موجوده هنا، مختلف الفئات من المجتمع ممكن تكون متواجده بسبب تنوع الاسكان اللي موجود في مدينه العلمين الجديده. هي في الفعل مدينه ذكيه وتحولت من مدينة الألغام إلى مدينة للأحلام. هنتكلم أكيد بتفاصيل كتير جدا عن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، بيسعدني يكون معايا زميلتي وصديقتي الإعلامية لما جبريل، متحدثة الإعلام باسم مهرجان العلمين الجديدة، منوراني النهاردة ومنورة برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دينا، أنا مبسوطة قوي إن أنا معاكي ومبسوطة جدا 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 إن أنا في صباح الخير يا مصر، يعني من أحلى طبعا البرامج في جمهورية مصر العربية، سعيدة وفخورة ومرسي يا دينا على الاستضافة قوي، أشكرك. إحنا كمان، أنا سعيدة ليكي كشخصيا بإن أنت تكوني متحدث إعلامي لمهرجان العلمين الجديدة، لأن أنا الأكثر الناس اللي عارفة قد إيه أنت بتحبي قوي مدينة العلمين. من السنة اللي فاتت تحسي إن هو مولود على إيديكي المهرجان، فيعني هو اختيار صادف أهله زي ما بنقول. أشكرك يا دينا، يعني متشكرة جدا جدا على الكلام ده وإحساسك ده، ولأنه حقيقي فعلا أنا بحب العلمين جدا، والمهرجان من السنة اللي فاتت يمكن كنت شغالة في التغطية ما كنتش في مطبخ المهرجان. أيوه. بس من أول يوم وأنا هنا وشايفة التطور، وشايفة تطور المدينة، وشايفة التطور اللي بيحصل في المهرجان من برة والسنة دي من جوه، فالحقيقة أنه أنا فخورة وسعيدة جدا، ودايما بقول أتمنى أن أنا أعرف أوصل الصورة اللي موجودة هنا ولو يعني بنسبة قريبة من الحقيقة، لأنه هبقى حققت حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. بما ان انت بتقولي ان انت السنه دي في المطبخ، عايزين نعرف الفرق اللي ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي المهرجان العلمين ومدينه العلمين بشكل عام في خلال سنه، ايه اللي اتغير فيها؟ والله اللي اتغير تطور كبير قوي على المستويين، مستوى المهرجان واللي بيقدمه وفكره وفلسفته، والمدينه. يعني المدينة لو حتى الناس بتيجي تشوف أو السياح أو الناس اللي بتيجي تصيف أو حتى يدينا لو خدتي بالك، البنا بيحصل في يوم وليلة. يعني التطور بيحصل في يوم وليلة، والحقيقة أنه جودة الخدمات، ودي حاجة مهمة جدا جدا في المدن بأي شكل، يعني طبعا مدينة ذكية وعلى مستوى وطراز عالمي، انه الجوده كمان في الخدمات بتتطور، ودي حاجه مهمه جدا جدا مش بس للسياحه ولكن كمان لمدينه تقدري تعيش فيها السنه كلها. الخدمات دي ده امر مهم جدا. البنا انت بتنامي بتصحي تلاقي يعني منطقه أيوة. بحالها خلصت. صحيح. في جري بيحصل هنا على كل المستويات. المهرجان اتطور على كل المستويات برضو بصراحه، اذا كان في اللي بيقدمه أو فلسفته أو إحنا عايزين إيه منه، يعني كبر كمان بشكل كبير قوي. فأنا شايفة أنه التطور في الحالتين زاد وكبر جدا. هو كمان بقى بيراعي كل فئات المجتمع، يعني الأطفال والشباب وكبار السن، بيراعي كمان كل الثقافات المتنوعة. اللي عايز حفلة للشباب هيلاقي، اللي عايز ندوة ثقافية هيلاقي، اللي عايز يلعب رياضة هيلاقي. فكلمينا إزاي بنعمل التشكيلة الجميلة دي من كل الفعاليات في يوم واحد، بيكون صحيح. كذا فعاليه موجوده في مهرجان العلمين. هو في يوم واحد هتلاقي من الصبح لبالليل فعاليات وانشطه زي ما انت قلتي لكل الناس. الحقيقه ان احنا دايما بنقول انه مدينه العلمين ومهرجان العلمين لكل المصريين، لكل الناس، اي حد في الدنيا حابب صحيح. يجي، المدينه مفتوحه، المهرجان مفتوح، بيستقبل كل الناس، كل الفئات حتى السعريه للحفلات او للانشطه موجوده، في ببلاش خالص، في باسعار رمزيه واسعار مخفضه، وفي بقى الباش يعني اللي هو اللي عايز يجي بقى يتدلع وينبسط وياخد خدمه متميزه جدا، والحقيقه انه كله بياخد خدمه متميزه. والحقيقه انه العنوان الرئيسي للمهرجان السنه دي التنميه، هو مركزين، احنا مركزين قوي قوي على فكره التنميه، التنميه بكل جوانبها، ومركزين على فكره ان احنا بنبني الانسان، بناء الانسان، يمكن ده العنوان العريض ده. من خلال بقى التكامل اللي بيحصل على الارض هتلاقي انه في وزراء كتير بقوا بيجوا يشتغلوا من هنا، وبنخرج مبادرات من هنا لمحافظات الجمهوريه كلها. كثيرها كانت مبادرات الصحيه الرئاسيه بالزبط. الصحيه خرجت انطلقت لكل انحاء الجمهوريه من مدينه صحة. العالمين صحيح. التكامل ده عمل شغل كويس جدا في خدمه المواطن، انه في الاول وفي الاخر احنا هدفنا كلنا، بنشتغل كلنا
علشان المواطن، عشان البني آدم ده. فالحقيقة ان احنا حاولنا نعمل ده بداية بقى من التكامل او الشراكة مع الوزارات المختلفة مع الدولة. عايزين نخرج جودة، عايزين نخرج منتج، عايزين نخرج خدمات احسن واحسن للمواطن، عايزين حتى نخرج منتج فني او ثقافي يليق بالمواطن والسايح اللي جاي لي. ده غير بقى الفعاليات المختلفة من حفلات. انا دايما بقول ان هو مهرجان كبير تحتيه عدة مهرجانات صغيرة. المسرحيات، الحفلات، نبتة. لسه كنت هكلمك عنها لان ده مشروع كبير جدا ان انا وهو يمكن كل الناس بتسال عنه. هو هيبدا تقريبا في نص اغسطس، في منتصف شهر اغسطس، فطبعا عايز اعرف تفاصيل عنه. هو بدات دلوقتي على المنطقه الترفيهيه اماكن مخصصه لمهرجان نبته، اتبنت في يوم وليله فعلا. في يوم وليله انا كنت بصور هناك، تاني يوم لقيتها لقيتيها طبعا. احنا بنجري الحقيقه، انه اي حد شغال في المهرجان بيجري، عايزين نقدم احسن حاجه، عايزين كل حاجه تكون يعني 100%، لانه احنا نستحق ده جميعا. كلنا صحيح. كلنا نستحق ان احنا يعني ناخد جوده وناخد خدمه بالشكل ده. نبته ايه اللي هيقدمه الاطفال؟ مخصصه للاطفال، هي ورش عمل للاطفال والتيكتس او يعني اللي حابب يحجز من خلال تذكرتي. عاملين شغل حلو قوي للاطفال، لان احنا حريصين انه يبقى في تنوع، عايزين كل الناس تبقى موجوده، عايزين الشباب وعايزين الاسره وعايزين الاب وعايزين الام وعايزين الطفل كمان يجي ويستفيد. فهي انترتينمنت، يعني عاملين ميكس بين الانترتينمنت والاستفاده. تهيألي انه دايما مجال الاطفال كنا بنقول انه في الفتره الاخيره يعني فين، عايزين نقول هو فين دايما، مش المستوى اللي احنا بنطمح له. يعني مش دي الحاجات اللي عايزين نوصلها لاولادنا في السن الصغير ده، محتاجين اكتر شغل عليهم، لان هو ده الجيل القادم اللي بنقول عليه، لازم نبنيه من دلوقتي. وده محتوى مهم جدا جدا طبعا. اعتقد انت يعني عارفه برضو ده دينا، يعني انه محتوى الطفل ده من اهم ما يقدم، يعني مش اي حد يقدر يقدمه جد. ده اصعب محتوى حقيقي، محتوى الطفل ده اصعب محتوى، اللي يعرف يقدمه يعرف يعمل اي حاجه بالزبط. فكنا حريصين قوي ان النبته تبقى موجوده على المستوى ده. عايزه اقول لك ان هي على مستوى عالي جدا جدا، كل حاجه يعني نبته ليها تيم خاص بيشتغل كانه هو مهرجان صغير تحت مهرجان العالمين. يعني من اهميته ومن حرصنا ان هو يطلع بشكل لائق ويكمل معانا ان شاء الله بعد كده. فالحقيقه نبته هيبقى يعني وهنعلن اول باول اللي جاي. اكيد انا عارفه ان هو لسه في اجراءات او في يعني حاجه فعاليات خاصه بيه بيتم تجهيزها، اكيد لسه المعلومات هتكون كامله يمكن خلال الاسبوع اللي جاي قبل ما يبدا. يعني احنا دايما بنحب نعلن قبلها على طول، بس يعني من خلال تذكرتي ومن خلال ويب سايت العالمين، اللي حابب يعرف ازاي يقدر يشارك يحجز. او الاطفال تشارك هيخش ويحجز. ويعني نتمنى، انا دايما بقول نفسي اشوف كل المصريين، نفسي اشوف كل الناس هنا، احنا مستنيينكم كلكم هنا. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصراحة الفترة اللي فاتت خلال فترة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية قدمت إطار للتعاون المشترك مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية علشان نخرج المهرجان يعني بأرقى صورة وأحلى صورة. اللي قدمته الشركة المتحدة طبعا غير الشاطئ اللي هو تم فتحه بالمجان للسادة المصطفين أو كل روادي مهرجان العالمين أو مدينة العالمين. بصي، بالتعاون مع الوزارات المختلفة مثلا مقدمين لطلبة تخفيض كبير قوي قوي على الحفلات كلها. المسرح الروماني معظم إن لم يكن تقريبا كل الحفلات اللي بتقدم عليه معظمها بنسبة 90%، لأنه في حفلات بسيطة ببلاش. ده بتعاون مع وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة عاملة شغل، أنا عايز أحييهم على الشغل اللي بيحصل في العالمين. هم مخليين اللي ماشي في العالمين حاسس أنه ماشي في كارنفال مفتوح. طول ما أنت ماشي تلاقي فرق فولكلور، ساحر، في أنشطة طول ما أنت ماشي. كان في فرقة الأنفوشي شغالة من يومين، وفرقة الأنفوشي وكان في حفلة لإحياء ذكرى بليغ في المسرح الروماني. ده غير حفلات الكورال والمطربين من هناك، شغلهم على مستوى وجودة عالية جدا جدا بتعاون مع المتحدة. ما بنقدرش نشوف الحاجات دي طول السنة، يعني الحياة واخدانا والشغل وضغوط الحياة، فلما تلاقيها انت جاية مثلا بتصيفي او جاية مثلا بتتفسحي فتلاقي الحاجات دي قدامك وتقدري تستمتعي بيها، طبعا دي بتبقى استفادة كبيرة جدا لكل الأسر المصرية. ده حقيقي، احنا بنحاول نعمل ده فعلا، انه يعني حتى لو هتيجي يوم وهترجع، وزارة النقل عاملة يعني مواصلات بأسعار مخفضة لأي حد عايز يجي العالمين، ده بالتنسيق مع البرنامج اليوم ده، يعني البرنامج فيه اليوم ده، فهنعمل فالمواصلات جاية بالتنسيق. لا وعليش قايم بالواجب في الموضوع ده البرنامج. خالد عليش، خالد عليش، طبعا أنا دايما بصراحة
بحييه دايما افكاره خارج الصندوق دايما، وهو بيقدر يوصل يعني الرساله بشكل مختلف. وعمل محاكاه، عمل رياليتي، عمل محاكاه حقيقيه بالظبط. وانت كحيان يعني هو ما بقتش كحيان في العالمين. انا بحيي خالد عليش طبعا على الكونتنت، هو دايما بيقدم محتوى راقي وحقيقي جدا جدا. فالمحاكاه اللي عملها دي حقيقيه. أيوة. يعني من اول ما انا هروح ازاي فدور على مواصلات باسعار مخفضه وصولا للشاطئ العام، وانه نزل واكل مع الناس ونزل البحر و بالليل بقى كمان الفعاليات زي ما بقولك في المسرح الروماني ممكن تبقى ببلاش اليوم ده، لانه معظمها بلاش. يوم الاثنين كل اثنين الساعه 8 الحفلات في المسرح الروماني بتبقى بلاش، بتبقى فرق مصريه اندر جراوند او رابرز. بنحاول كمان يعني نشجع المواهب الشابه دي رساله مهمه قوي من المتحده، ان هم دايما بيشجعوا المواهب الشابه. ويمكن ده اصلا يعني فكره الدوله دعم الشباب، وده اللي حصل في كذا مجال، الرياضه، الاعلام، المناصب الحكومية المختلفة، الوظائف. المتحدة كمان بتدعم ده من خلال دعم الشباب في الفن والإعلام. فإحنا كلنا يعني بنحاول نطلع صورة تليق بمصر وبشباب مصر وبمواطني مصر. إحنا كنا بنتكلم على قد إيه بقى في كمان فعاليات رياضية. وحتى امبارح كان في ماتش، يعني يمكن انا سعيده جدا بيه لان هو كان لذوي الهمم. فاحنا دمج ذوي الهمم في المجتمع، احنا حتى في مهرجان العالمين الجديده حريصين عليه بشكل كبير جدا. الفعاليات الرياضيه بقى بشكل عام، والفعاليه بتاعت امبارح بشكل خاص. الفعاليه بتاعت امبارح من احلى الفعاليات حقيقه دينا. ولو خدتي بالك اصلا المدينه كمان مرعية ذوي الهمم في البنى، يعني هتلاقي في أماكن مخصصة ليهم، في سهولة حركة هنا في المدينة لذوي الهمم. المهرجان كمان مراعي ده في الحفلات كلها، في الفعاليات الرياضية، في الدخول والخروج من أي فعالية من نشاطات. النشاط الرياضي بالأمس لذوي الهمم دي من أهم وأحلى الفعاليات اللي يمكن مخصصينها، ويعني مهتمين قوي كمان بالجزئية دي، ان يكون في تجربة سلسة وتجربة حلوة لذوي الهمم، لأي حد حابب يشارك، أي حد حابب حتى يجي يتفرج. صح. تبقى تجربة سلسة وبسيطة. فيمكن أنا دايما بقول انه من أهم التجارب السياحية اللي دايما البلد تسيبها عند المواطن أو عند السايح التجربة. إن هي التجربة تبقى حلوة. صح. إنك تسيبي عنده ذكرى، ويمكن دي حتى إعلانات الدول كتيرة حول العالم، يعني إنك تسيبي ذكرى حلوة عنده يرجع لك تاني بيها. فالحقيقة إن إحنا بنحاول كمان نرسخ الفكرة دي، إن إحنا بنقدم تجربة سهلة. إحنا بحس إن إحنا من مهرجان العالمين بنشوف السائح المصري والعربي والأجنبي محتاج إيه بنقدر نقدمه له. بيحتاج تنظيم، بيحتاج ان الفعاليات تكون منظمه بشكل كبير، الخدمات موجوده، الاماكن السياحيه موجوده مناسبه لكل الفئات المجتمع او حتى الكبار والصغار والاطفال. فانا حاسه ان مهرجان العالمين بيقدم وجبه دسمه، يعني وجبه كده سهله لكل ناس جايه تقصد مدينه العالمين تلاقي كل اللي بتحتاجه. ده حقيقي، دي اهم حاجه، انه لكل الناس، لكل المصريين، لكل الفئات، بكل الاسعار، كله متاح، وكله متاح بجوده جيده جدا، جودة خدمات جيدة جدا، بأسعار لكل المستويات. يعني دي أهم حاجة ودي أصعب حاجة، لأن ده تحدي كبير قوي، أن أنت تعرفي تعملي كل ده لكل الفئات العمرية ولكل الفئات حتى بكل الأسعار. فده كان يمكن من التحديات اللي أعتقد أن احنا حاولنا أو عرفنا نعمله بنسبة كبيرة. حتى للطلبة يعني كان دايما التعاون اللي حصل مع وزارة التعليم العالي، وكان طبعا تشرفنا بزيارة من قبل الوزير. 600 طالب كان بيجي يوميا يحضروا فعاليات، ووزارة الشباب والرياضة دلوقتي عاملة 50 طالب تقريبا بيجي، أو سلسلة من الرحلات لخمسين طالب من مراكز الشباب المختلفة اللي بيجوا يزوروا المدينة بأسعار مخفضة، سيناريو اليوم الواحد أو زي ما احنا مسمينه. فبنحاول نعمل ده. عرضنا لك تقرير من شوية كنا في الألعاب المائية، قولي عن تجربتك امبارح. كان في الرحلة البحرية. الرحلة البحرية دي من احلى الحاجات، من امتع الحاجات، كفايه لون الميه. ده حقيقي، احنا عندنا احلى بحر واحلى شاطئ في العالم بدون اي تحيز الحقيقه يعني. فكان في جوله مع زمايلي من الاعلاميين والصحفيين، وبعديها كان في جوله رسميه، يعني رحله في البحر في العالمين.
انا دايما تجربتي في العالمين حلوه الحقيقه. أوه. متحيزه جدا ليها. دي رسالتك الاخيره لمدينه العالمين. يعني الحقيقه يعني دايما تجربتي فيها حلوه، وكانت تجربه حلوه جدا، اتكلمنا في مواضيع كتير، وحقيقه انا متحيزه جدا. فتلاقين كل حاجه بقول لك تجربه حلوه وسلسه. انا قلت لك في بدايه اللقاء انت يعني تم اختيارك لان انت فعلا عندك العالمين بتحبيها وحب خاص جدا واهتمام كبير بيها، يمكن ده ملحوظ لكل الناس اللي قريبين منك ان انت كده بشكل كبير. انا حقيقي كده جدا، ومبسوطه كمان من فلسفه المهرجان في فكره التنوع والتنميه، وانه انا مهتم انه انا ادعم عناوين زي بناء الانسان. صحيح. وانه انا ادعم كل الناس من هنا، وانه انا اشتغل مع الوزارات المختلفه عشان اقدم احسن منتج لكل الناس. نورتيني وبشكرك على وجودك معنا النهارده، يعني زي ما بقول صديقتي وزميلتي الاعلاميه لما جبريل المتحدث الاعلامي باسم مهرجان العالمين الجديده. بشكرك وبتمنى التوفيق للمهرجان، وبتمنى التوفيق ليكي، وان شاء الله دايما مهرجان العالمين كده في ابهى صوره، ومش السنه دي، السنه الجايه وعلى سنين طويله جدا هنقدم لكم كل سنه الجديد دايما من مهرجان العالمين الجديده.